مساء الخير مشاهدينا الكرام في أولى حلقات برنامج الاتجاه الخامس عبر قناة العوازم الإلكترونية. من خلال هذا البرنامج إن شاء الله راح نسلط الضوء على المرشحين مجلس الأمة في جميع الدوائر، راح نضع المرشح لكم أنتم كناخبين، وهذا برنامج قوة في الطرح وأيضا بعيدا عن الدبلوماسية، بكل وضوح وبكل شفافية إن شاء الله راح نقدم لكم مرشح من سيرة ذاتية، من قضايا راح تبناها، من جميع الأمور اللي أنتم سألتوها حق المرشح. إحنا راح نلخص لكم جميع الأمور في هذه اللقاءات إن شاء الله عبر قناة العوازم الإلكترونية، ومعانا إن شاء الله ضيفنا اليوم في أولى حلقات برنامجكم عبد الله فرحان أبو نيام. مسيك بالخير أبو فهد. حياك الله أخوي الغالي أبو فهد، وحيا الله أخوان الموجودين كلهم، ونقول لكم حياكم الله في محلكم. طبعا أخوكم عبد الله فرحان الونيان العازمي، مرشح الدائرة الخامسة، انطلاقا من واجبي الوطني تجاه أهل ديرتي الأعزاء، ورغبة مني في دفع أجل الإصلاح والتقدم لوطني الغالي الكويت، قررت أن أتوكل على الله وأخوض تجربة الترشح لعضوية مجلس الأمة القادم، أسأل الله إن كان له خير في ديني ومعاشي أن ييسر الأمر. أسأل الله يوفقك إن شاء الله أبو فهد، أنت ومن معاك في الانتخابات القادمة، لكن من البداية خلنا نأخذ من الكلام اللي ذكرت أن دفع عجلة الإصلاح. تفضل. يعني هل ترى أن مجلس الأمة يحتاج إصلاح؟ نعم. شلون؟ من أي ناحية مثلا؟ يحتاج إصلاح لأن الأعضاء نفسهم مشغولين في نفسهم، مو مشغولين في أمور الشعب. الأعضاء الأكثرية طبعا. تتكلم على السلطة التشريعية ولا التنفيذية وياها؟ التشريعية والتنفيذية في يحتاجون إصلاح. اي نعم، يحتاجون إصلاح من الطرفين، مو الكل، البعض طبعا. يعني هل ترى أن مثلا في السلطة التنفيذية هناك مثلا فساد يحتاج إلى يعني تقلع جذرية من الأمور هذه؟ لا أخوي أبو فهد، مو سالفة يعني فساد ولا الأمور، يعني قاعد أقول نفس ما قلنا أنه يعني إصلاح، عملية الإصلاح يعني في شيء غلط صاير. نعم شايف غلط ولازم يتعالج. نعم نعم. يعني هل النائب انشغل في نفسه وترك الناخبين؟ إي نعم، والدليل أن المواطنين نفسهم إذا كان عنده رسالة بيوصلها حق الحكومة يروح يلجأ حق تويتر، يلجأ حق انستغرام، يصور حالته ويرسلها. هذا دليل أن العضو مو قايم في واجبه الصحيح. هذا اللي كنت بكلمك عنه، انه وصل فينا الحال كمواطنين ان نستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، ان اي شخص مشهور يدعمنا في التواصل الاجتماعي يوصل صوتنا للحكومه في علاج بالخارج، في حتى وظيفه، في قانون معين نحتاجه. بعيدا عن النواب، يعني احنا اوكلنا للنائب هذه المهمه والنائب ما قام يقوم في المهمه هذه، هل هناك ضغط على النائب مثلا من الحكومه او ضغط من الدائر على النائب؟ يعني ما احنا عارفين. انت وجهه نظرك كمرشح الان مقبل على هذه يعني العمل السياسي مجلس. والله أخوي أبو فهد، يعني مع احترامي الشديد لأكثر الأعضاء، مصالح شخصية فقط لا غير، في سواء كان داش بالتجارة أو يعني أنت شوف أعضاء عاديين معاشة 2000، الحين أكثر مواني ربع متوسط معاشة 2000 دينار، وين تيجي عند الحين بلوكات وعماير وعنده الأمور هذه؟ هذه هني لازم يكون هو مستسلم في أمور كثيرة. نبي الجزئية هذه، أن النائب انشغل في نفسه. نعم. يعني هل أصبح يعني كرسي مجلس الأمة هو فقط الوصول الى البراقات، يعني او ان البلاطات البراقه والأروق الملكيه من اجل ايضا المصالح الشخصيه بعيدا عن خدمه الوطن؟ اي نعم، حتى عندك اعضاء الجمعيه واعضاء كل اكثر الاعضاء يجي تفكيره انه بس يوصل على اساس مصالحه الشخصيه، من يوصل ينسى الناس. ترى الناس والله طيبين، 4 سنوات 3 سنوات ما يعطيهم مجه نهائيا، اخر شهرين بس يجي يسلم، يدق على تليفون يسلم عليه، يجي يذبح الخروف، يجي يصوت نفس الطريقة. زين، اسمح لي بظهد اني بحاول اتكلم يعني ضمير الغائب مال يعني الشارع. انه بكل المرشحين كلام نفس كلامه، كل يوصل. نعم. اذا يوصل تغير. نعم. يعني ممكن قد تكون انت احداهم يعني. نعم 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 صحيح. تغير. فشو اللي يضمن للناخب؟ يضمن ابو فهد هم نفس الطريقة، هم الاعضاء نفسهم اللي عندهم سوء تعامل مع الناخبينهم هم ينجحون مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة. السبب وين؟ السبب وين؟ الناخب نفسه ما يعرف يختار منه. يعني السبب فينا احنا كناخبين. اي نعم. ما نختار ما تختار لا ما تختار تمثيل من مجلس. قد نختار ناس يعني زينين في مجلس ما لا يخلى انه في زينين وفي اللي مو زين. نعم. لكن الناخب عليه يعني ثقل انه يختار من مبدا شنو؟ مبدأ المحاسب الفخ. لازم مبدأ الفخ. مبدأ الناخب مبدأ شوف الناخب احنا نتكلم على العموم بعدين نجي حق لا خلنا احنا بمصقرة في القبيلة عشان ما نطلع القبيلة معهم. لازم يختارون أشخاص وأمرهم شورى بينهم. نعم. أنت ما يصح تجي لي دائرة فيها 38,000 ناخب طلع لي شخص واحد، وطائفة ثانية أو قبيلة ثانية فيها 5,000 عندهم نائب، هذا
طيب هذا نوع من الظلم ترى. العدل قصدك والمساواه نعم 38000 يمثلك شخص. طيب بس كثير من الناخبين قطوا التهمه هذه عليكم انتم يوم رشحينكم، تنزلون باعداد هائله وبالنهايه يطلعون ناس يطلعون رئيسي وناس عدم في التشاوريه. هذا الخروج من التشاوريه وليس الفرعيه، التشاوريه ان اشخاص موجودين يبحثون من وين الافضل الموجودين الكفو، يخاف الله سبحانه وتعالى، يخاف الله في بلده في شعبه في امانته، وهني يقدمونه. يعني لازم تختار القوي الامين حتى يمثلك قدام. طبعا انت شخص تنوب عن الناخبين في المجلس. طيب فاهم شيء انك لا تخيب ظن مرشحينك. يعني الكثير يقول انتم خيبتوا ظننا انتم يا مرشحين، انت قاعد تنزلون تشاوري وتنزلون برا التشاوري وتروحون رئيسي، شنو السبب؟ ابو فهد اللي ينزل برا التشاوري إيه؟ هذا شخص مستغني عن قبيلته وربعه. حلو. هو يرايه كيف. احنا ما نجبر احد، احنا لا معه ولا ضده، احنا مع التشاوريه ومع الناس اللي يختارونهم يعني التشاوريه بالقبيله. نعم. على اساس انها تكون عصبه وتكون قوه. احنا قبل لا نقول الناخب من يختار، احنا ودنا ان انتم كمرشحين ما يخالف يعني سامحونا احنا كناخب نضغطوا على بعض، يعني تقدرون تضغطون على بعض، يعني انتم يعني هي فيها تنازلات، ترى فيها تنازلات من بعض الحوارات. حسب احصائي الاخيره احنا خلينا نكون واضحين. نعم. لان احنا عودنا مشاهدينا نكون واضحين في كل شيء. نعم. حسب احصائي الاخيره وصلتوا فوق 60 مرشح. نعم. واجتمعتوا. نعم. واجتماعكم كان مثمر ولله الحمد طلعت بنتيجه. نعم. من يخرج خارج هذا الاجتماع التشاوري يعني انتم كمرشحين قبل الله احنا نكون كناخبين، يعني شنو راح تقولون بالسالفه هذه؟ هل راح ندش احنا التشاوري 60 واحد ونطلع نروح رئيسي وندش تشاوري ثاني بالرئيسي؟ لا انا ما قلت لك، اللي يطلع التشاوري عن ربعه فهذا هو يمثل نفسه وعنده عاد، بس ان احنا اللي كان ال 60 ملتزمين بالاربعه اللي موجودين. انت ابو فهد ملتزم؟ اي نعم. يعني مهما كانت الظروف، مهما كانت الاليه، كانت الظروف، انا اعود من ارض حزمه. كفو والله. نعم. بوجهة نظرك أبو فهد شنو تبي أنت من الناخب، وبالمقابل شنو النائب أو الناخب يبي منك أنت كمرشح وكناخب؟ والله أنا أبي من الناخب يشرع من الناخب قوانين. إيه من النائب. إيه؟ أنا كمرشح. أنا كمرشح أبي من النائب. من الناخب شنو تبي من الناخب؟ مثلا يعني حسن الاختيار، الشخص اللي يخاف الله سبحانه وتعالى في بلده ودينه وشعبه. هذا اهم شيء عندي انا. انت لازم تختار وتشوف الشخص، خل عنك ان هذا والله اخوي وكذا وكذا، والله ما راح ترى الصوت امانه، وما راح ينفعك انك انت تجي تعطي واحد يعني تدري ان هذا فلان انسان مو سوي ورجال صالح. عليك الناس الصالحه، عليك الناس القوي الامين. حلو. انا هذا كلامي حق احنا خلينا نوقف النقطه هذه بالذات، لان اصبح معيار الفخ يعني هو الاساس في عمليه اختيار الوصول كرسي مجلس الامه. هل هذا صحيح ابو فهد؟ هذا صحيح، بس هذا خطأ. يعني أنت لو تشوف الرجل الصالح هو اللي وصل، هو اللي راح يرفع راسك حتى عند الله سبحانه وتعالى، تكون قدام الله سبحانه وتعالى أنت محاسب فيه. يعني احنا يعني مطلوب منا كناخبين حسن اختيار، ومطلوب منكم أنتم كمرشحين حسن اختيار والكل، وأنتم بعد عليكم حمل كبير، مطلوب منكم يعني جمع الشتات. احنا لكم منا جمع الشتات، ولكم منا بإذن الله أن نجملكم في جميع الأمور، ونعطيكم كل ما عندنا، كل واحد يخرج ما في جعبته ويطرح ما هو عنده شنو يقدر يسوي إذا وصل. وأنتوا عاد عليكم في حسن الاختيار، ما يصح أنك أنت تجي تختار لك شخص على أساس أنه من فخذك أو أنه من صاحبك أو كذا. ناس ما قلت لك أبو فهد، الصوت والله أمانة. نعم، صوت أمانة إن شاء الله، وراح يذهب إلى مستحقين بإذن الله إن شاء الله. وكلنا متوسمين فيكم خير، يعني ربعنا كلكم، طالما منكم يعني توحدتوا. يعني احنا ضاعت منا كراسينا، ضاعت بدنا ناس. ما قلت لك يعني انت ما شاء الله عندك ناس، ما قلت لك عندك 38000 عندك شخص واحد، والله مشكله يعني، والله شيء محزن صراحه. والعوازم ما شاء الله عليهم يعني قبيله ولاد، يعني بس ما يعني شيء محزن من الناخبين والمرشحين. منكم انتم يا مرشح وهم من الناخبين، يعني ما في تركيز. يعني ابو معلش ابو تجي تنزل لك 46 شخص توزعك واحد 2000 2000 2000 2000، كلهم خسران خطأ. فنتمنى يعني يسكون يعني توحيد الصف. احنا نتمنى منكم انتم ايضا مرشحين يعني احنا قدر المستطاع متمسكين. لا، في حال انت وصلت مجلس الامه انت كعبد الله بن نيام مثلا،
انك لا تجي بعد السنه اللي وراها وتروح رئيسي. لا لا يعني اذا التزمت التزم مره واحده. لا التزم شوف احنا مشكلتنا بالعمليه اهم عرض اهم على خلينا نطلع شوي من من من, من القبيله خلينا نتكلم بشكل اوسع. يعني في اكيد قضايا كل مرشح عنده يعني اجنده خاصه انه هو عايشها فيبي يطورها او يبي يعدلها او محتاج الى قوانين جديده. انت شنو برنامجك انتخاب اللي انت شايفه مهم جدا حق الوطن والمواطن؟ والله ابو فهد شوف عندك احنا عندك الاسكان من المفترض الاسكان يعني عندك الحين مدينه صباح الاحمد. نعم. مدينه شبابيه وفيها 9500 وحده سكنيه وعندك تقريبا 100 عماره. هل يعقل ما فيها لا مستشفى ولا فيها معاهد ولا فيها جامعات؟ انا باذن الله اذا سبحانه وتعالى وصلنا للمجلس راح اتبنى مدينه صباح الاحمد اخليها سنتر المنطقه العاشره. الناس بدال يروحون الديره يروحون حق مدينه صباح الاحمد فيها جامعات ومعاهد. رجل حتى الله يعزك صار صحي ما فيه. السبب وين ابو فهد؟ السبب الخلل شو اسمه بالحكومه وفي المجلس ما في توافق بينهم ما في محاسبه. ما هو في نواب بالخمسه 10 نواب بالخمسه يعني هل ما قدروا معقول يسوون يعني ناس ما قلت لك منطقه انا اسميها منطقه منكوبه والله في جميع المراحل يعني ما سوون لهم اي شيء يعني والله اجتهادات شخصيه من اعضاء جمعيه صباح الاحمد قاعدين باصات حق الطلبه وقاعدين الحين يسوون شو اسمه حتى الطباعه قاعد يسوون ببلاش حق كلها اجتهادات شخصيه. هو مش المنطقه المنكوبه ابو فهد هو المواطن منكوب الحين في الدوله. نعم. يعني اصبحنا نترجى من الحكومه انها تعطينا اي قانون يعني المفروض وزاره الاسكان اذا جت توزع منطقه يعني عندك الحين منطقه ابو فطيره والمسايل وفنيطيس تخيل ما فيها ولا مدرسه ولا فرع. وين يروحون طلابه؟ وين يروحون؟ هذه مشكله كبيره. يعني عندك الحين وزاره الاسكان المفروض عند اي مشروع يكون بينه وبين الاشغال ربط من المرافق جميع المرافق ويكون في عقد صيانه حق هذا المشاريع من شوارع من مدارس من جمعيات من جميع الامور. وهذا شيء ضروري ترى ابو فهد. صحيح احنا كنا نعاني اصلا قبل كنا نتمنى المطر يعني ما شاء الله خير من الله سبحانه وتعالى احنا الحين صرنا نخاف لجان المطر شوارعنا ما 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 تمشي. وزاره الاشغال ابو فهد حاليا الحين المطر جاي ترى اليوم جاء مطر اليوم حتى الان ما سووا الشوارع ينطرون المطر ينزل مطر على اساس يشتغلون. ولازم يكون وقت زمني وخطه حق اي مشروع يصير. يعني اتوقع يعني ان ماشيين على البركه يعني ما في لا خطه ولا في شيء ولازم الناس هذه والله لازم تحاسب. هني دور النائب النائب لازم يكون نعم. مراقب يعني لهم. ابو فهد ايش رايك في يعني قد يكون تكون معاضه ولا قانون الخصخصه؟ والله يا ابو فهد الخصخصه فيها الزين وفيها الشيء للامانه يعني. يعني انت الحين لو تروح يعني صاحب شركه عقارات ايه يعني انت الحين لو تروح حق اي وزاره والله يعني التعامل فيها سيء جدا في جميع الامور. فبعض الخصخصه ترى والله تنفع. نفس الحين عندك الحين لو تروح حق مستوصف حكومي وتروح مستوصف خاص شوف الفرق شوف الفرق شلون. تروح حق بنك وتروح حق جهه حكوميه في فرق بالتعامل يعني يا ان لازم لها حل لازم لها حل. نعم طبعا في اسئله ابو فهد احنا جايتنا اسئله يعني من التويتر ومن موقع يعني موقع التواصل يعني التواصل الاجتماعي وايضا في موقع العوازم وجريده العوازم وواتس عطى يعني الجروبات في اسئله جايه. فيعني من كثر احنا عندنا وقت يعني احنا مخصصين وقت معين عشان ما نخلي المشاهد حتى يمل منا يعني. طبعا المشاريع الاسكانيه المتعطله احنا اعتقد انك جاوبت عليها. نعم. ونظرتك للتعليم والصحة. التعليم متدني جدا والدليل موجود مدرسين خصوصيين في المدرسة. يعني أنا أتحدى بيت ما فيه مدرس خصوصي يعني. ونتمنى من الوزارة نفسها أنها تطلع فجأة على البدارس تشوف التكييف تشوف الماء البارد وتجي سد تقارير وتشوف المراقب نفسه هل هو يستحق هذا المكان لأن هذا عيالنا وبناتنا عندكم موجودين. فلا بد أن يكون في خروج يعني من الوزارة مو من المدرسة نفسها ومنطقة التعليمية الأحمدي ولا العاصمة ولا يكون يعني لجنة متخصصة فيها مخالفات جسيمة على المراقب المدرسة. نعم. هذا شيء ضروري ترى. زين ايش رايك اللي يقول لك يعني في ناس قاعدة تنادي احنا الضرائب على الأبواب جاية. ضرائب مثل شنو؟ ضرائب على المواطن يعني اللي كل شيء والله المواطن حتى على الشارع تقدر المواطن والله المواطن ما يدري وين يحصلها يعني هل يحصلها اذا طلع تقاعد
والله ما اظن ان في مجال انك تقص منه شيء. يعني الشيء بالشيء يذكر لما قلت التقاعد الحين، يعني قانون التامينات، نعم، الربا الفاحش هذا ظلم. ثاني شيء التعامل مع الربا حرب مع الله سبحانه وتعالى. فانا يعني ادعو هم المتقاعدين، انا الباب هذا يسكرون، لا يتعامل مع الربا نهائيا بالمره. انت عملت والله هذا كانك قاعد تحارب الله سبحانه وتعالى فيه، والباب هذا يتسكر بالمره. نعم ابو باد، احنا يعني عشان الوقت بعد ما يروح ناخذنا كم سؤال ونجاوب عليهم ولك الكلمه، بس في اسئله يعني اعتقد جاوبت عليها فيها، انت مع الخصخصه ولا ضد الخصخصه؟ عشان حفاظ على وقت ابو فهد ما ودنا يعني اهم اسئله اللي جاياتنا اللي من برا، يعني من واتساب ومن تويتر وعندنا موقع العوازم. وجيت مرحبا باي سؤال يا ابو فهد. يعني في اسئله جاوبت عليها واجد انت من سياق حديثنا، لكن هل انت مع الخصخصه ولا ضد؟ اعتقد جاوبت عليه في قانون عفو الشامل والمرئي والمسموع والحالي. في اسئله يعني هل انت مؤيد او معارض للراتب الاضافي للعضو؟ إذا صرت نائب مجلس أمة يعطونك راتب إضافي، هل مؤيد ولا؟ والله شوف أبو فهد، يعني الراتب الإضافي للعضو أنا أتوقع يعني شوف، أنا والله مالي شغل، إحنا نأمون، بس إنه من المفروض إنه يكون عنده راتب إضافي. ليش؟ على أساس لا يحتاج حق أحد يلجأ حق يدور مشاريع شخصية وهذه الأمور. يعني إنزين رأيك بكل شفافية بإسقاط القروض؟ شوف إسقاط القروض للأمانة يعني كل هذا الناخب صار مكتسب انتخابي، وللأمانة هذا الحين صار مطلب شعبي، فعليها من الدولة يعني انها يا انها جدولها او تنزل من القسط، لان الحين بعض الناس ما يوافق، ترى يقولك انا ما علي اقساط وانت عليك اقساط، انا ليش طيح عليه وانت ما طيح؟ فيعني لو نطيح القسط على مدى طويل، يعني في عدل مساواة قسط، يعني مساوى. يعني القسط فرضنا عندك قسط 400 500 يصير 100 150، طيحوه، شنو المانع طيحوه على مدى طويل؟ في ناس ما ترضى ابو فهد، الناس يقولك انا ما عندي شيء، مع انه اي ترى ما يعني في مشكله تطيح القروض برا الدول برا، هذه عاد سياسات خارجيه وانتم دولها سياسه، انتم تبنوا الامور هذه باذن الله. هل سنرى نيام ضد الواسطه الغير مستحقه؟ نعم راح تكون ضد. انا باذن الله ضد، انا خاصه البرشوتات هذيلة اللي يعني رجل مستحق ورجل كفو تيجي تشيله وتحط واحد مكانه، هذا انا والله ضدها، وهذه بكثره في الحين، لان هذا عضو وزير كذا يجي يحط له شخص ويحطه فوق الكفاءه. نعم. وهذا الشيء باذن الله انا من محاربين للشيء هذا. نعم احنا اعتقد وصلنا صوره، يعني اغلب الاسئله حاولنا نجيب يعني الاسئله اللي تفيدنا باللقاء، يعني في اسئله كثيره يعني استبعدنا منها يعني شيء كثير، الشيء المفيد حق اللقاء نجيبه ان شاء الله. وحنا اعتقد ان وقتنا اعطاه نقطه، ونعطيك المايك ابو فهد انك تخاطب الناخبين من خلال الشاشات. والله الناخبين اقول لكم ساكم الله بالخير، عليكم في اختيار الرجل الامين القوي، وعليكم في توحيد الصف واختيار الرجل الكفو اللي يمثلكم ويشرع لكم قوانين ويحاسب الوزراء، وهذا كله حق من حقوقكم، ولا بد أن تحاسبون العضو. يعني أنت ما يصح يجيك عضو في مكانك هو مو قاعد يوصل رسالتك داخل قبة عبد الله السالم، وتيجي يجيك في الديوانية وترحب فيه ويا هلا ومرحبا، وإذا طلع تعطونه فوق حجمه، هذا المشكلة. وأنا أتمنى يعني بعد بإذن الله يعني من برنامج انتخابي أبو فهد أن نهتم في الشباب، لأن الشباب هم والله ثروة الدولة، فمن الضروري أن نوجههم قدر المستطاع على التجارة، يعني بدل ما يروح يبصم يروح كذا، يكون له ميزات يعني دعم الأعمال الوطنية، بدل يكون 500 خليه يصير يا أخي يصير 1000، اعف عن الجمارك، اعف عطى نص قيمة التذاكر اللي كان بيروح حق الصين ولا كان بيروح حق الإمارات ولا كان بيروح حق دول يروح يجيب منها كعمل تجاري. هذا كعمل تجاري، يعني خل نحث الشباب على شغلة تجارة. شنو المشكلة؟ موظف يطلع رخصة، شنو المشكلة؟ في مشكلة؟ ما في مشكلة، خلص الصبح يداوم العصر يشتغل في التجارة، نشغل الشباب في الشغل. الحين أكثر الشعب بصم يروح يقعد في البيت وقاعد في الديوانية 24 ساعة، وأنا والله أحث الشباب على التجارة، وترى ثلاثة أرباع رزق بني آدم بالتجارة. أنت مستحيل تشوف لك شخص مبسوط أو شخص إنه على دوامه، لابد أن يشتغل في التجارة. وكلمة الأخيرة حق الناخبين، عليكم في توحيد الصف واختيار الناس الأقوياء اللي يمثلونكم ويمثلون قبيلتكم، وأسأل الله التوفيق للكل، وأسأل الله إن كان وصولنا للمجلس
خير لنا ولديننا أن يوصلنا لهذا المجلس، وإن كان شر لنا أن يفكنا منه إن شاء الله. إن شاء الله عسى الله يوفقكم يا أبو فهد. الله يجزاك خير يا ووفق الجميع أبو فهد في هذا الأمور، وإحنا محتاجينكم أنتم يعني مرشحين أنكم تشدون على يدين بعض وتحاولون توصلون لحنا يعني كناخبين إلى بر الأمان من خلال تكاتفكم وتجمعكم مع بعض. والله قدر المستطاع أن نرفع رؤوسكم، أن وصلنا وأن ما رفع رؤوسكم لكم حق كل وقت بين وقت ووقت أنك تجونا في مكاننا وتحاسبونا. بنحاسبكم. إيه نعم، وهذا من الضروري أنكم تحاسبونا. حنا بشرك واعي الشباب الآن ويبي حاسب جميع يعني شخص يعني محاسبة المطلوبة منه. أول شيء هذه قاعدة لازم تكون عند النائب. نعم. أن أصبت فأعينوني وأن أخطأت فقوموني. نعم. هذه لابد أن تكون عند العظم ولا يصير صدره وسيع مع جميع الناخبين. عسى الله يوفقك يا أبو فهد وعلى وسعة صدرك. الله يجزاك خير. معنا في معنا الشباب موجودين وارتباك الكاميرا نورتونا والله يا أبو فهد. الله يسلمك. الساعة المباركة يا أبو. هنا نقطة ونلتقي معكم إن شاء الله في حلقات أخرى من برنامج الاتجاه الخامس. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.